اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إخواننا الكرام. يا رب تكون بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 0413035 91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا أولا وأخيرا ناس كتير جدا اتباعت عربيتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية تويوتا ربعناء موديل العربية 1997 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله. هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصه بعربيه تويوتا ربعناء لموديل العربيه 1997. العربيه رشه من الخارج على اللحم بدون معجون او خبطات. العربيه فابريكا دواخل. الموتور ولات الجر والكورونه وشاسيته العربيه بحاله سليمه. العربيه مش عايزه جنيه مصروف. العربيه فيها كاوتش حالته 70%. العربيه فيها بطاريه جديده. صاحب العربية قال السعر هيكون من خلال الاتصال، وكمان لو حضرتك عايز تسأل عن بعض الأمور الأخرى اللي تخص العربية. ولكن قبل ما أقول لحضراتكم على طول التواصل مع صاحب العربية، الفيديو اللي معنا النهاردة بتاريخ الأربع الموافق 3/11/2021. الفيديو اللي معنا النهاردة بتاريخ الأربع الموافق 3/11/2021، يعني لو الفيديو مر عليه أكتر من أسبوع يا ريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربية، لأنه غالبا بيكون باع العربية. للتواصل مع صاحب عربية شيفروليه تويوتا ربعناء لموديل العربية 1997 هيكون على الرقم 012-237-9381. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على الرقم 012-237-9381. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وعربيات مستعملة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.